شهدت الجولة 15 من دوري عمان تل للمحترفين العديد من النتائج التي لم تكن في الحسبان، ولربما خماسية نادي مسقط التي استطاع بها أن يهزم نادي النصر هي الأبرز والأكبر، بينما جاء الشباب ليواصل ثبات مستواه ويؤكد أن خروجه من بطولة الكأس الغالية كان بمثابة مطب تم تجاوزه، والفريق عاد لمسلسل الانتصارات والتمسك بالصدارة التي أنهى عليها الدور الأول بعد فوزه على نادي صحم الذي تأثر كثيرا بأحداث مباراته الأخيرة، والتي رغم خسارته لها إلا أنه ضمن التواجد في دور الأربعة من بطولة الكأس.